ووصلنا إلى السرية السابعة في هذا العام، كانت سرية زيد بن حارثة رضي الله عنه إلى العيص. وهذه السرية فيها يعني حصل أمور مهمة. العيص بينها وبين المدينة 4 ليال من جهة الشام، يعني باتجاه الشمال. وكانت هذه السرية في شهر جمادة الأولى من السنة 6 من الهجرة، حيث بعث النبي صلى الله عليه وسلم زيد ابن حارثة في 170 راكبا إلى العيص لاعتراض عير لقريش قادمة من الشام، بقيادة من؟ بقيادة أبي العاص ابن الربيع. وأبو العاص ابن الربيع هو زوج ابنة النبي صلى الله عليه وسلم زينب، وكان لا يزال على الشرك، لم يسلم بعد. فأدركوا هذا الركب أو هذه القافلة وأخذوها بما فيها، يعني استطاع المسلمون بقيادة زيد بن حارثة أن يعترضوا هذه القافلة لقريش وأن يغنموها وأن يأسروا كثيرا من ممن كان فيها في هذه القافلة، وأن يعودوا بها إلى مكة. وأخذوا يومئذ فضة كثيرة لصفوان ابن أمية، وأسروا أناسا ممن كانوا في العير، منهم أبو العاص ابن الربيع اللي هو يعني كان زوج ابنة النبي صلى الله عليه وسلم زينب، وهو كان من قبل قد أسر كما أخذنا في غزوة بدر. فلما بعث أهل مكة بفداء أسراهم، يعني كل واحد بعث المال الذي عليه حتى يفتدي أسيره، بعثت زينب رضي الله عنها وكانت لا تزال في مكة وكانت مسلمة وزوجها لا يزال مشركا، فبعثت بفدائه قلادة كانت قد أهدتها لها أمها خديجة عندما تزوجت. فلما رآها النبي عليه الصلاة والسلام لهذه القلادة رق رقة شديدة وتذكر أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها، ثم قال: إن رأيتم، قال لأصحابه، أن تطلقوا لها أسيرها وأن تعيدوا لها قلادتها. فقالوا: نعم نفعل يا رسول الله. فأطلقه النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن اشترط عليه وأخذ منه عهدا أن يرسل له ابنته إلى المدينة. فوفى العاص ابن الربيع بما عاهد النبي عليه الصلاة والسلام وصدقه في ذلك. وكان أبو العاص ابن الربيع من رجال مكة المعدودين تجارة ومالا وأمانة، يعني معروف، هو من وجوه قريش، وهو كما ذكرنا زوج زينب ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأمه، أم للعاص ابن الربيع، هي هالة ابنة خويلد، يعني هو وزوجته زينب أقارب، بنت خالته هالة بنت خويلد، وخديجة بنت خويلد، أمها لزينب خديجة بنت خويلد، وأمه هو للعاص هالة ابنة خويلد. فأتى أبو العاص زينب رضي الله عنها في الليل، يعني لما أسر وجيء به إلى المدينة استطاع أن يتسلل في داخل المدينة وأن يذهب إلى بيت زينب زوجته رضي الله عنها. فلما إذن وكانت زينب قد هاجرت قبله كما ذكرنا وتركته على الشرك، فلما يعني في مكة استطاع أن ينسل من مكانه الذي هو فيه في الأسر وأن يأتي إلى زينب واستجار بها بزينب رضي الله عنها، وطلب منها أن تطلب من النبي صلى الله عليه وسلم رد أموال العير التي أخذها المسلمون في هذه السرية.
فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى صلاة الصبح فكبر وكبر الناس، يعني كبروا للصلاة، فصرخت زينب رضي الله عنها من صفة النساء، وكانت النساء تصلي في المسجد في أواخر الصفوف حتى صلاة الفجر، فصاحت وقالت رضي الله عنها: أيها الناس، إني قد أجرت أبا العاص ابن الربيع، اللي هو ابن خالتها وزوجها. فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة، يعني أنهى صلاته، أقبل على الناس فقال: أيها الناس، هل سمعتم ما سمعت؟ قالوا: نعم. قال: أما والذي نفس محمد بيده، ما علمت بشيء من ذلك حتى سمعت ما سمعتم. يعني أنا أول مرة ولا أعلم بأنه قد استجار بها إلا الآن كما سمعتم. وإنه يجير على المسلمين أدناهم، يعني من أجار من المسلمين رجلا حتى لو كان مشركا وجب على جميع المسلمين أن يحفظوا ذمته وعهده وأن لا يقترب منه أحد. خلص، كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: قد أجرنا من أجرت. قال: ذمة المسلم أو المؤمنين واحدة ويسعى بها أدناهم. ولما جاءت أم هانئ يوم الفتح ابنة أبي طالب وقالت: يا رسول الله، زعم علي أنه سيقتل رجلا قد أجرته وكان من الذين أهدر النبي عليه الصلاة والسلام دماءهم، كان في شي عشرة أهدر دماءهم، إنه إذا دخلنا إلى مكة من وجدهم فليقتلهم. أحدهم دخل في بيت أم هانئ ابنة أبي طالب، ابنة عم النبي عليه الصلاة والسلام، فجاءت فأراد علي أن يقتله، فجاءت وقالت: يا رسول الله، زعم علي أنه يريد قتل رجل قد أجرته. فقال: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. إذن المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم، ووجب على كل مسلم أن لا يخفر ذمة أخيه، أن يوفي له بعهده. إذن قال: والله ما سمعت إلا الآن كما سمعتم، وإنه يجير على المسلمين أدناهم. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام انصرف من الصلاة فدخل على بيت زينب رضي الله عنها، فقالت له: إن أبا العاص ابن الربيع إن قرب فابن عم، أن هو من قريش من عشيرتهم، وإن بعد فأبو ولد، يعني أبو أولادها، وإني قد أجرته. فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم جوارها، وسألته أن يرد عليه ما أخذ منه من أموال، من أموال القافلة، فقبل النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فبعث إلى السرية الرجال الذين كانوا في السرية التي اغتنمت هذه القافلة وأصابوا المال، فقال لهم: إن هذا الرجل منا حيث علمتم، يعني مكانته وقربه، لأنه زوج بنت النبي عليه الصلاة والسلام، قد أصبتم له مالا، فإن تحسنوا وتردوا عليه الذي له فإنا نحب ذلك، وإن أبيتم فهو فيء الله الذي أفاءه عليكم فأنتم أحق به. فقالوا: يا رسول الله، بل نرده عليه. فردوه عليه كله لا يفقد منه شيئا. وانظروا سبحان الله هنا، يعني في وقفات. الوقفة الأولى قال: أنا لا أمركم ولكني أحب ذلك، إن أردتم أن تردوا عليه أمواله حتى يعود بها فأنا نحب ذلك، وإن لا، يعني وإن لم تريدوا ذلك فهو مالكم وأنتم الأحق به لأنكم غنمتموه. فقالوا: بل نرده عليه، لأن ما يرضي النبي عليه الصلاة والسلام يرضيهم، وما يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبونه. قالوا فردوه، أو فقال فردوه عليه جميعه ما فقد منه شيئا. ثم رجع أبو العاص ابن الربيع إلى مكة، فأدى الأموال التي معه إلى أهلها،
ثم قال: يا معشر قريش، هل بقي لأحد منكم مال لم يأخذه؟ قالوا: لا، فجزاك الله خيرا، فقد وجدناك وفيا كريما. فقال: فأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والله ما منعني من الإسلام عنده، أي عند النبي صلى الله عليه وسلم، إلا تخوف أن تظنوا أني إنما أردت أن آكل أموالكم. فلما أداها الله إليكم وفرغت منها أسلمت. انظروا سبحان الله، هنا وقفة عظيمة جدا، أداء الأمانة وإلى الشهامة التي في نفسه. قال: ما أردت أن أسلم هناك حتى ما تقولوا أسلم ليأكل علينا أموالنا، بل طلب من زينب أن تطلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يرد عليه الأموال لأنها كانت أمانة معه، ثم ذهب فأداها جميعا إلى أصحابها، ثم عاد مسلما إلى المدينة رضي الله عنه وأرضاه. ثم خرج إلى النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا في المحرم سنة 7 من الهجرة، أول السنة 7. فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم زينب رضي الله عنها على النكاح الأول، ولم يحدث لها شهادة، أي شهود، ولا صداقا. لماذا؟ لأن آية تحريم المسلمات على الكفار لم تنزل بعد، كانت آية ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا، ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم، هذه الآية التي حرمت زواج المسلمة من المشرك كانت لم تنزل بعد. فالنبي عليه الصلاة والسلام رد زينب إلى زوجها بالنكاح الأول، مع أنه كان مفارقها صار له تقريبا كم سنة، حوالي 6 سنوات، من يعني غزوة بدر إلى السنة 6 من الهجرة، حوالي 6 سنوات، ردها إليه بدون عقد جديد. ولكن فيما بعد لما حرم زواج المسلمة من الكافر، أصبح هناك حكم آخر. فمن يعني إذا كان الزوجان مشركان أو على ديانة غير ديانة الإسلام، لو فرضنا أنه 2 كانوا نصارى كما يحصل حاليا في الغرب، يحصل يعني بشكل كبير جدا، قد يسلم مثلا الرجل وزوجته لا تزال على دينه، فإن كانت نصرانية أو يهودية فلا بأس، أما إذا مشركة فوجب فراقها. وقد تسلم المرأة، فإن كان زوجها على غير الإسلام حتى لو كان نصرانيا أو يهوديا أو مشركا فيفرق بينهما، ولا يجوز لها أن تمكنه من نفسها إلا أن يسلم. فإن لم يسلم فمتى أسلمت تصبح في عدة عنه، تعتد منه. إن أسلم وهي في العدة قبل أن تنهي عدتها، وتعلمون أن عدة الحامل حتى تضع حملها وعدة المطلقة 3 قروء أو غير الحامل 3 قروء، قال: فإن أسلم وهي لا تزال في العدة رجعت إليه بدون عقد جديد بنفس العقد، أما إذا لم يسلم وانقضت عدتها فملكت أمر نفسها، خلاص صار بدها عقد جديد إذا أسلم، وإذا لم يسلم هي أصبحت يعني يفرق بينها وبينه، لا يجوز أن تبقى على عصمة الكافر. هذا بيذكرها، يمكن سمعتوها من قبل، أحد الدعاة في الخليج سمعته مرة في درس ذكر طرفة في هذا الأمر، قال إنه مرة رجل يعني يعمل في أحد المراكز الإسلامية هناك في أوروبا، قال: فأسلمت على يده امرأة غربية وكانت شديدة الجمال وكانت متزوجة، قال: فأعجب بها، فإجا عند أصحابه قال: هاي أول شيء قبل أن تسلم قال بدي أظل وراها إن شاء الله حتى تسلم وبعدين بدي أتجوزها، فظل فعلا يدعوها إلى الإسلام حتى أسلمت، فإجا فرحان مبسوط قال لهم: أسلمت الحمد لله، خلص بعد فترة بس خلص عدتها بدي أتزوجها. فراح غاب عنها فترة، رجع لما التقى بها قال لأنها جايبة جوزها وجاية،
قال أسلم جاء ينطق بالشهادة. فإجا هو إجا كئيب حزين، قالوا له خير شو فيه؟ قال أسلم ابن الكلب. يعني رجعت لجوزة ما عاد يقدر. يعني من الطرف اللي سمعت أحد الدعاء ذكرها يوم. فإذا زواج البعض يقول إنه ما الدليل، في بعضهم بيقول المسلم يجوز أن يتزوج النصرانية أو اليهودية أو الكتابية، يعني تسمى نصرانية أو يهودية، وهذا موجود في القرآن الكريم. ولكن قال ما الدليل على إنه المسلمة لا يجوز أن تتزوج من غير المسلم؟ الدليل هو في سورة البقرة قوله تعالى ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم ولا تنكح المشركات حتى يؤمن ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، يعني لا تزوجوهم بناتكم حتى يؤمنوا، ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. إذن فردها النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا البعض قد يعني يستغرب لماذا ردها دون عقد جديد؟ لأنه لم تكن قد نزلت آية تحريم المسلمات على الكفار بعد. عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب على العاص على أبي العاص ابن الربيع، وكان إسلامها قبل إسلامه بست سنين على النكاح الأول، ولم يحدث شهادة ولا صداقا. وعن المسور وعن المسور ابن مخرمة قال إن عليا خطب بنت أبي جهل، فسمعت بذلك فاطمة رضي الله عنها، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يزعم قومك أنك لا تغضب لبناتك. شو سبحان الله، يعني من تحريك العاطفة البنات أحيانا عند آبائهن. قالت يزعم قومك، يعني يا رسول الله، أنك لا تغضب لبناتك، وهذا علي ناكح بنت أبي جهل، يعني سمعت أنه خطب ابنة أبي جهل وكانت قد أسلمت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعته حين تشهد يقول أما بعد، أنكحت أبا العاص ابن الربيع فحدثني وصدقني، يعني زوجته زينب فحدثني وصدقني، أي وجدته يعني وفيا، وإن فاطمة بضعة مني، وإني أكره أن يسوءها وإني أكره أن يسوءها، والله لا تجتمع بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت عدو الله عند رجل واحد. فترك علي رضي الله عنه الخطبة. إذن وفي روايات النبي عليه الصلاة والسلام قال إني لا أحرم حلالا، ولكن لا ينبغي لابنتي عدو الله وابنتي رسول الله أن تجتمعا تحت رجل واحد، لأنه قد يحصل بينهما ما يحصل بين الضرائر وما يحصل، وقد تغضب فاطمة من ذلك، وما يغضب فاطمة يغضب النبي صلى الله عليه وسلم. قال إنها بضعة مني. فلما عرف أو سمع علي ذلك ترك الخطبة. وقد ولد لأبي العاص ابن الربيع من زينب رضي الله عنها علي وأمامة، ولد وبنت. فأما علي فقد مات حين ناهز الاحتلام في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما أمامة رضي الله عنها فهي التي كان يحملها النبي صلى الله عليه وسلم في أثناء الصلاة، وكان يحبها حبا شديدا. في أحاديث بالبخاري ومسلم، حديث صحيح، كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي بالناس يحمل أمامة، رزقت لأنه بعدما رد إليها
زوجها رزقت بطفلة وسمتها أمامة ابنة أبي العاص ابن الربيع. قال كان يحملها في الصلاة، يصلي في الناس وهو شايلها، فإذا أراد أن يركع وضعها على الأرض فركع وسجد، ثم إذا قام حملها صلى الله عليه وسلم، فكان يحبها حبا شديدا. وعاشت أمامة رضي الله عنها ومرضت في حياة أبيها حتى كادت أن تموت، ولكن الله تعالى عافاها. وعاشت أيضا رضي الله عنها حتى تزوجها علي رضي الله عنه بعد وفاة فاطمة رضي الله عنها، ثم عاشت عند علي حتى قتل عنها رضي الله عنهما. وأما زينب فقد توفيت في أوائل السنة الثامنة من الهجرة رضي الله عنها وأرضاها. إذن أمامة ابنة زينب هي أحدى زوجات علي ابن أبي طالب رضي الله عنه، تزوجها بعدما كبرت بعد وفاة فاطمة رضي الله عنها، حتى يروى أنها هي من أوصته بأن يتزوج منها، فهي ابنة أختها. الجمع بين الأختين أو البنت وخالتها أو البنت وعمتها لا يجوز، أما دون جمع فهذا كما أخذناه في دروس الفقه لا بأس به. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحشرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع صحابته الكرام، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.